مشكلة جديدة سببها منتخب المغرب في كأس إفريقيا 2023. فبعد التلاسن الكلامي الذي حدث بين عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب ومصطفى محمد لاعب مصر، والذي انتهى بتصريح من مدرب المغرب وتأكيده على احترام لاعبه عز الدين أوناحي لمنتخب مصر وتاريخه، وقعت مشادة جديدة بين وليد الركراكي مدرب المغرب وتشانسال مبيمبا قائد الكونغو الديمقراطية عقب مباراة المنتخبين، المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وبعد المباراة ظهر الركراكي وهو يحاول مصافحة مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، وبعد لحظات اشتبك لاعبو المنتخبين في وسط الملعب، وظهر يوسف النصيري وهو يحاول الاعتداء على مبيمبا في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس. ولكن ماذا حدث؟ تشانسال مبيمبا كشف أن وليد الركراكي وجه له عبارات عنصرية عقب المباراة. مبيمبا قال: أعتقد أن الكلمة التي قالها الركراكي ما كان يجب أن تخرج من فمه. وأكمل مبيمبا حديثه: الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقطعاً، لذلك سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل. عدالة الله موجودة، لست باللاعب الخارق، وأحترم الركراكي لكونه رجل كبير. وفسر الركراكي أن ما حدث بينه وما بين مبيمبا كان بسبب الأدرينالين والتوتر عقب المباراة. ولم يعجبه الركراكي تصريحات مبيمبا، فقال: لم يعجبني تصريحه لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء. إذا كانت لدي صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون، دعه يخرجها بكل سرور وسنرى بالضبط ماذا حدث. الركراكي على الجانب الآخر كشف أن مبيمبا هاجمه على خط التماس وتحدث إليه بشكل سيء. وحكى الركراكي: ذهبت لأصافحه وقلت له: لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟ حينها كان ينظر إلى مكان آخر كأنه يقول: لن أصافحك. أمسكت بيده كما يظهر في الصور وبدأ يصرخ. قال لي: لقد وصفتني بالغبي. لا توجد مشكلة في أنه سمع ذلك، على الرغم من أنني لم أقل ذلك أبدا، ولكن من خلال التحدث كما فعل فإنه يشير إلى أن كلماتي عنصرية. بما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابه، دعه فليكن صادقا قليلا مع نفسه.